السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كذا شركة متخصصة في التصدي لهجوم الهاكر والكراكر والفيروسات، أخونا في ناس كتير مقبلة على الذكاء الاصطناعي بتحب إنها تجرب، بالذات إن هو مقفول في مواقع كتيرة أو لسه يقول لك عايز تجرب لازم تشتري والحاجات دي كلها. فالناس بدأت تعمل برامج خبيثة، برامج فيروسات، برامج تسرق المعلومات وتحطها في مثلا جوجل بلاي، بتبدأ ترفع عليه الحاجة. والجميل ان هو بيشتغل فعلا، يعني هو مش تطبيق مزيف، لا هو تطبيق بيشتغل، فانت بتسأله وهو بيتصل بشات جي بي تي ويديك الإجابة، تمام. فدي حاجة نقطة خطيرة جدا، حتى التطبيقات اللي احنا بنستقطبها هنا قال لك خلي بالك في بعضهم ممكن يديك نتائج فعلا حقيقية، لكن هو من بيستنى بس لما ينتشر شوية وتلاقيه سرق الحساب بتاعك سواء على فيسبوك او جوجل او حساب بنكي او فالناس تخلي بالها ومصطفش غير الحاجه اللي تكون تثق فيها، يعني ما بلاش نجرب كتير عشان التجربه الكتيره دي، او هتجرب جرب على حاجه خاصه او حاجه معلش معلومات الشخصيه بتاعتك او حاجه، يعني خلينا حريصين زياده عن اللزوم الفتره دي. ممكن تعمل هارد وهمي او كمبيوتر وهمي عندك هكذا بحيث ان انت تتجنب اللي موجود، لان اصبح الناس دلوقتي الكراكر بيسال هو الذكاء الصناعي ايه رايك في عايز اعمل كذا، والذكاء الصناعي لا خير ولا شر، ما عندوش الشهوه ان هو يعمل حاجه حلوه او وحشه، فانت بتساله فهو بيعمل لك. يعني في ممكن حد زمان كان بيبعت رساله نصب وكانت بتبقى واضحه جدا، ان مثلا والله ده انا رئيس امريكا وعايز اخرج فلوس بره البنك وعايز حد يكون له حساب بره وانا واثق فيه، مع انه اول مره اسمع عنه. فالكلام فهو بدأ يستخدم الذكاء الصناعي ايه؟ طب ازاي نصيغها بطريقه حلوه تضحك على الناس؟ طب رجعها لي اتاكد ان مفيش اخطاء املائيه، طب ازاي اتاكد، وهكذا بيبدا يسد كل الثغرات اللي العقل البشري ممكن يفكر فيها، فاصبح في دمج بين العقل البشري والعقل الصناعي بصوره يعني في ناحيه الشر، فلازم بقى من ناحيه الخير يبداوا يوجدوا حاجات تتصدى للقصه دي. فالشركات بتحذر، خليكم حذرين زيادة عن اللزوم، يعني قدر الإمكان ما تسطبش حاجة غير لما تكون واثق فيها، أي حاجة ترتبها قليل ما تسطبهاش خالص، تمام. شوف صوابع إيديك، خلي عندك بارانويا جنون الارتياب لحد ما يعني جوجل قفش كذا برنامج وحذفتهم، فبعد فترة الأمور هترجع إن شاء الله كويسة، بس إيه يتخلصوا أو يكتشفوا البرامج المزيفة اللي ممكن تسرق حسابك في البنك أو تسرق معلوماتك الخاصة.